Justice for Jamal. Hands off Yemen. Justice for Jamal. Hands off Yemen. Justice for Jamal. في الذكرى السنوية الأولى لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، أقيم اعتصام أمام مقر سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن. المعتصمون شجبوا الجريمة النكراء وعبروا عن سخطهم على المجتمع الدولي الذي فشل في محاسبة المتهم الرئيسي في الجريمة ولي العهد محمد بن سلمان. We're here today to mark the anniversary of the murder of Jamal Khashoggi. One year after his murder, the Saudi regime has not been brought to account and justice has not been rendered for Jamal. During that year also the Saudi regime has deepened its assault upon the Yemeni people resulting in the worst humanitarian catastrophe in the world. لأنه وبرغم بشاعة الجريمة التي اختفى بعدها جثمان خاشقجي فلا زالت هناك أصوات لم يهتز ضميرها بل إنها تمجد القاتل وتدعو بالويل والثبور على الضحية. بسم الله. وفي هذه الذكرى عبر المشاركون عن تضامنهم مع عائلة الفقيد داعين آل سعود إلى إنهاء سياساتهم الإجرامية داخل البلاد وخارجها. نعبر عن تضامننا مع عائلة المغدور الأستاذ جمال رحمه الله، وأيضا عن شجبنا لهذه الجريمة الشنعاء، وعن مطالبتنا لهذا النظام بأن يخرج من أرضنا من البحرين التي احتلها منذ 8 سنوات ونصف تقريبا أو أكثر، وأيضا نطالب العالم بالضغط على هذا النظام الإجرامي لوقف عدوانه على اليمن. مقتل خاشقجي كشف زيف الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وبات وبشكل لا يقبل اللبس أنها لا تدافع إلا عن مصالحها ولو على حساب دماء الشعوب. وهي موظف من السفارة السعودية جاي يراق وبيصور يسوي حماله يخص، وهم منظم جاي لهم مجموعة من المرتزقة ما أعرف من وين جاي منهم.